اهلا معكم ساره سيدي في المحاضره، بتكلم عن تنسيقات لبس بس في البلكونه. بصوا انا النهارده قلت انا هعمل تنسيقات لبس في البلكونه، انا عندي الاضاءه مش حلوه قوي، فاضطريت ان انا هعمل التنسيق في البلكونه. ربنا يستر بقى من الجيران. سلام، عشان انا اخر مره كنت عامله فيديو في البلكونه لقيت الجيران كانت عماله تبص كده، معرفش بقى صوتي كان عالي ولا هم خدوا بالهم ان في كاميرا متعلقه افتكروني لميس الحديدي، مش فاهمه ايه اللي حصل. فانا هصور الفيديو ده الساعه 6 الصبح عشان تكون الناس نايمه، واللي صحي يستحملني واستحمله. ماشي، يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. انا من فتره كده كنت طبعا الصيف داخل عليا وعايزه اعرف ايه اللي ناقصني من الدولاب، ايه اللي عايزاه، لان احنا بننزل نشتري لبس ما بننزلش نشتري بقى ايه كده، لان احنا لو نزلنا نشتري كده احنا هنفلس اهالينا وهنفلس ضيوفنا والدنيا تبقى تمام. المفروض قبل ما تنزلي تشتري الحاجه تكتبي ورقه انت محتاجه بنطلون كذا، جاكيت كذا، قميص كذا، علشان تبقى عارفه ايه انت داخله تشتري ايه، عشان احنا لو ما كتبناش نبقى داخلين نشتري جزمه بنشتري شنطه، يعني احنا كده نشتري وخلاص، نحب نبعزق قوي في الفلوس بتاعتنا قوي. المهم انا وانا بلف كده طبعا انا بجيب افكار لبس منين؟ من بنترست. بنترست ده ايه؟ عباره عن ايه يا ساره؟ عشان في ناس كتيره ما تعرفش بنترست. انا عن نفسي عارفه لسه بقالي سنتين او سنتين ونص، مش اول ما اتولد، مش اول يعني ما هتولد من بطن مامتي عارفه بنترست ده ايه، يعني عشان في ناس هتتريق عليا تقول لي انت حد يعرف؟ ما فيش، في ناس ما تعرفش اصلا بنترست فيها ايه، يعني مش فاهمه. بنترست ده ابلكيشن او موقع بتنزليه من على جوجل بلاي، تكتبي بنترست هتحط لكم العلامه بتاعته هنا شكله عشان تعرفيه. ده بقى ايه؟ عباره عن ابلكيشن او موقع في كل الحاجات، اللايف ستايل كلها، جميع اللبس، استايلات اللبس كلها، والاكل، ولو انت عايزه تعملي رجيم والرياضه والاكلات، وازاي بتزيني اكلك، وازاي بتعملي دي اي واي، ازاي تعملي تغيري من ستايل شقتك، ازاي تختاري عفش بيتك، كل حاجه في الحياه. تخيلي كده حاجه، اكتبي مثلا النمله ليها كام رجل، هيظهر لك جميع اشكال النمل. ده في ناس بتنزل، يعني في ناس بلوجر بيقعدوا ينزلوا حاجتهم على وافكارهم على بنترست. انا عن نفسي بكده نزلت صورتين، يعني بصوا صورت ورديه كده وحطيتها، فانا واخده افكار منه كتير قوي من لشقتي، واخده افكار منه للبسي. فانا النهارده جبت افكار لللبس، بس طبعا بنترست معلوش محجبات كتير، يعني هم اغلبتهم اجانب، وده احسن حاجه فيه ان هو حاجات جديده بقى جايه لنا بقى ايه من البلاد الاجنبيه وكده. فالمهم ان انا بقيت اجيب لبس بنترست واعمله كمحجبات، فهو ده الفيديو النهارده. فلو انت متحمسه تابعيني لاخر الفيديو واكتبي لي رايك في التعليقات سلبي او ايجابي، ما بزعلش، احنا اخوات في بعض. يلا بينا. Thank you.
وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبك التنسيقات، وخلي عندك بنترست وخدي منه افكار حلوه قوي ونسقيها بقى على حسب ما يناسبك. انا كنت بصراحه هتكلم في المونتاج وهفهمكم انا بلبس ايه، بس حسيت ان صوت العصافير احسن من صوتك كتير يعني، كنت مش عايزه اعمل لكم ازعاج اكتر من كده، فصوت العصافير احسن مني، بس انتوا فهمتوا يعني الدنيا ماشيه ازاي. و بكده كل الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك عشان انتوا بتنسوا، وتابعوا لي الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.